الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نكمل ما ابتدأنا به المرة الماضية. آخر حاجة المرة الماضية أخذنا نظرية وأخذنا على ذلك مثال. النظرية كانت نظرية الديفيجن ألغوريثم، فقلنا لو عندنا فانكشن F وفانكشن ثانية G أو بولونوميال F of X وبولونوميال ثانية G of X، قسمنا اثنين على بعض بيصير المعادلة اللي هي F of X أو البولونوميال F of X على الشكل اللي عندنا F of X يساوي G of X في الـ Q of X زائد الـ R of X. سمينا الـ Q of X اللي هو الـ quotient، وسمينا الـ R of X هي الـ remainder. يبقى هذه آخر نظرية كتبناها المرة الماضية. في محاضرة اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ 3 corollaries على هذه النظرية، بنأخذ 3 نتائج. النتيجة الأولى تقول ما يأتي، يبقى corollary 1 النتيجة الأولى. Let F be a field، let F be a field، وال A element موجود في الفيلد F، and ال F of X موجودة في الفيلد capital F of X، يعني polynomial في البولونوميالز كلهم اللي بيكونوا الفيلد capital F of X، then ال F of A is the remainder as the remainder، يبقى هو الباقي in the division of F of X by X ناقص ال A. أول نتيجة على الديفيجن ألغوريثم نظرية المرة الماضية. بقول لي خذ لي فيلد، الـ F عبارة عن فيلد، الـ A element موجود في هذا الفيلد، الـ F of X موجودة في الفيلد تبع البولونوميالز كلهم اللي سميته كابتل F of X، then الـ F of A يبقى لو عوضنا بالإكس مكانها بالإي تبعت الفيلد، هذا بيعطينا الريميندر الذي ينتج نتيجة لقسمة الإف أوف إكس على مين؟ على الإكس ناقص الإي. يبقى الآن بروح بقول له from الديفيجن ألغوريثم theorem we have ال F of X اللي عندنا بدها تساوي ال X ناقص ال A، حيطلع عندنا polynomial تانية F Q of X زائد ال remainder R of X، وال R of X قد تكون zero أو الديجري تبعتها أقل من مين؟ أقل من الـ X زائد ناقص الـ A، والـ R of X بده يساوي 0 أو الديجري للـ R of X أقل من مين؟ من الديجري للـ X ناقص الـ A اللي هو مقسوم عليه، يعني درجة الباقي يكون أقل من درجة المقسوم عليه اللي هو الـ X ناقص الـ A. تمام. طب المقسوم عليه من الدرجة الأولى يكون ثابت، يبقى هذاك بده يكون أقل منه، يبقى باجي بقول له since الـ X ناقص الـ A is of degree 1
هذا معادلة من الدرجة الأولى، ويها إنه الـ R of X بدها تساوي زيرو أور الدجري للـ R of X less than الدجري للـ X ناقص الـ A. طب لو كانت الـ R of X تساوي زيرو أليس هذا كونستانت؟ طب لو كانت الدجري للـ R of X أقل من واحد؟ ايش اقل من واحد؟ يعني زيرو. واي حاجة مرفوعة للأس زيرو اللي هو واحد، صحيح ولا لا؟ يبقى على كلا الأمرين الـ R of X كونستانت والله فاريبل؟ كونستانت. يبقى بروح بقول له إن بوث كيسز، في كلا الحالتين الـ R of X is كونستانت. تمام تمام. طيب خلينا نجرب ناخذ الـ F of A بدها تساوي الـ A ناقص الـ A لـ Q of A زائد الـ R of A. الـ A ناقص الـ A صفر بزيرو، الـ Q of A زائد الـ R of A هذا كله قديش؟ بزيرو. يبقى هذا بده يساوي زيرو زائد الـ R of A. زيرو زائد الـ R of A هذا معناته الـ remainder R of A بده يساوي الـ F of A وهو الرفع. يبقى الكرولري هذا بيقول الـ F of A هو الـ remainder عندما نقسم F of X على مين؟ على X ناقص الـ A. يبقى من الآن فصاعدا الـ remainder بده يساوي F of A. بس خذوا بالكم احنا بنشتغل في fields لا في integral domains ولا في polynomial rings، نشتغل في fields. طيب كرولر اثنين، كرولر اثنين بتقول ما يأتي little f b a field نفس المعطيات اللي فوق let ال f b a field وال a موجودة في capital F and ال f of x موجودة في capital F of X. Then L A is A. L A is A zero of L F of X. F and only F. L X ناقص L A is A factor of f of x. إذا كان فاكتور لمين؟ لل f of x. إذا نيجي نبرر لبروب مرة ثانية، المعلومات تبع الكرولر الأولى هي نفس المعلومات تبع الكرولر الثانية. الاف فيل element A موجود في F، F of X polynomial موجودة في set of all polynomials على الفيلد F. then ال A بسميه زيرو للدال F. ايش يعني زيرو؟ الرقم الذي يجعل او العنصر الذي يجعل الدالة F تساوي صفر. هذا صحيح افندو الف. الاكس ناقص هذا الرقم is a factor of x، احد عوامل مين؟ ال f of x. طيب احنا شو اللي عندنا؟ عندنا ال f of x بده يساوي، طلعوا لي كويس هنا، قلنا ال x
ناقص الاي في الكيو اوف اكس زائد الريميندر اوف اكس. طب من كرولري وان الريميندر قديش؟ اف اوف اي يبقى بط، ولكن بط فروم كرولري 1 الاف اوف اي از ذا ريميندر. هذا بده يعطينا مين؟ هذا بده يعطينا انه الاف اوف اكس بده يساوي مين؟ الاكس ناقص الاي في الكيو اوف اكس زائد الاف اوف اي، وسمي لي اياها هذه ايش؟ معادلة رقم 1. حتى الان انا ما بديتش الشغل، بدي ابدا. الاي از اي زيرو of f of x اذا كان ال x ناقص ال a زي فاكتور، يبقى f عنده ال f بده يخلي البرهان يصير في اتجاهين، بدي اجي اخذ اتجاه الاول، حروح اقول له اسيوم افترض انه اسيوم انه ال a is a zero، اسيوم ال a is a zero of the function f of x اللي موجودة في capital F of x. Then ال a هو zero، ما دام ال a هو zero يبقى ال f of a بتساوي قديش؟ زيرو. يبقى لين ال f of a بدها تساوي زيرو. هذا بده يعطي لك انه equation 1 take the form، بيصبح شكلها على الشكل التالي، انه ال f of x بده يساوي ال x ناقص ال a في الكيو اوف اكس. اف اوف اي يساوي زيرو لانه احد الحلول او الزيرو للفانكشن. يبقى بناء عليه صارت الاف اوف اكس من المعادلة 1 هي اكس ناقص الاي في الكيو اوف اكس. ما تفسيرك لهذه العبارة؟ اكس ناقص الاي زي فاكتور. يبقى هذا بده يعطينا انه الاكس ناقص الاي از اي فاكتور اوف ذا بولينوميال اف اوف اكس. اظن هو المطلوب. المطلوب الثاني conversely اسيوم افترض ان الاكس ناقص الاي از اي فاكتور اوف الاف اوف اكس، then الاف اوف اكس تساوي الاكس ناقص الاي في الكيو اوف اكس. اكتب زائد الريميندر؟ لا. ليش؟ لانه قايل عامل. عامل يعني قسمة بدون باقي. الباقي صفر، خلاص بتخلص القسمة. يبقى انا قايل اكس ناقص الاي هو فاكتور من فاكتورز تبعت الدالة اف اوف اكس. يبقى بناء عليه طبقا للديفيجن الجوريثم بقول ان الاف اوف اكس بده يساوي الاكس ناقص الاي في الكيو اوف اكس. طب انا ايش بدي اثبت؟ بدي اثبت انه الاي هو زيرو للداله اف. طيب اذا هذا الكلام بده يخلي لي انه الاف اوف اي بده يساوي الاي ناقص الاي في الكيو اوف اي.
هذا بده يعطينا زيرو في الكيو اوف اي واللي هو بده يساوي زيرو. الان هذا بده يعطيك انه الاف اوف اي تساوي زيرو. ايش تفسيرك لهذه العبارة؟ انه الاي هو حل لهذه المعادلة او الاي از اي زيرو فور ذا فانكشن اف اوف اكس او فور ذا بولونوميال. يبقى هذا بده يعطينا انه الاي از اي زيرو فور ذا بولونوميال اللي هو ال f of x power كرولري 3. بقول لي ايه بولونوميال؟ degree n polynomial degree n over a field over a field has at most الكرونري مرة ثانية. بقول البولونوميال من الدرجة النونية على فيل وليس على بولونوميال رينج ولا على انتجرال دومين، على فيل. الثري كرولريز على فيل. هاز ات موست أكثر ما يمكن بده يكون ان زيروز كاونتينج مالتيبليسيتي. إيش يعني كاونت؟ مش عد؟ ايه؟ عد ولا عد يعني حساب. مالتيبليسيتي تكرار، يعني بده يكون اقصى تكرار للحلول هو قديش؟ على اقصى ما يكون ان الذي يساوي درجة مين؟ البولونوميال. يعني داخل الفيلد عدد الحلول بده يساوي الاس تبع مين؟ البولونوم او الديجري تبع البولونوميا. هي اللي بقول الان بدنا نجي نبرهن صحه هذا الكلام. يبقى انا بدي اخذ بولونوميا موجوده في فيل اللي هو اف. يبقى بدي اجي اقول له لا الاف في ايه فيل هو هنا لات ال f of x موجودة في كابتل f of x. ده جا أقول له f ال f of x is of degree 1 that is f of x بده يساوي ax زائد b. معادلة من الدرجة الأولى لما سويها بصفر كم حل بلاقي لها؟ واحد. يبقى قد مين؟ قد درجة المعادلة. يبقى then ال f has exactly 1 0
بالضبط وانزل. يعني ايش قصدك تقول؟ قصدي اقول ان عدد الحلول طلع قد درجة ميم، قد درجة البولونوميال في حالة ما تكون درجتها واحد صحيح. طيب نكبر شوية، يبقى بدي اجي اقول هنا اسيوم ذات ان الاف اوف اكس هاز ديجري ان اند الاي از اي زيرو of multiplicity k in the field capital F of x. Then the F of x بده يكون شكلها ال x ناقص ال A to the power K في ال Q of X. ما عنديش remainder لأنه قايل F of X الدرجة تبعتها N ولها zero of multiplicity K بدون remainder. طب خليني أدور على الدرجة تبعتها أشوف إيش تساوي. مش هذه تساوي هذه؟ صح؟ إذا درجة هذه تساوي درجة هذه. طيب يبقى الديجري للإف أوف إكس بده يساوي ديجري لمين؟ للإكس ناقص الإي تو ذا باور كي في الكيو أوف إكس. هذا الكلام بده يساوي أليس هو الديجري للإكس ناقص ال A to the power K زائد الديجري تابع ل Q of X. لما أنا بدي بولونوميال وبولونوميال ومضروبات في بعض بدي قديش درجة البولونوميال الكبيرة؟ يبقى درجة الأولى زائد درجة مين؟ الثانية. يبقى هاي درجة الأولى زائد درجة الثانية. قديش درجة ال F of X؟ فرضها قديش؟ N. يبقى ال N تساوي قديش درجة القوس هذا؟ K. لو فكيته أعلى أس عندي K يبقى من الدرجة رقم K زائد الديجري لمين؟ للي Q of X. بناء عليه الديجري لمين؟ للي كيو اوف اكس بدها تساوي ال ان ناقص ال كي. مين اللي اكبر؟ ال ان والله كي؟ ال ان يعني كي اصغر. يبقى بقدر اقول لوين كي اقل من او تساوي ال ان. خليني هالمعلومة عندكم على شق الأزمان. يبقى هذه اعتبريها رقم واحد. كويس. بدي أجي أفترض إني عندي حل ثاني أو زيرو ثاني غير حكاية الـ A، لأنه مش كل البولونوميال بيكون عندي إكس ناقص الـ A to the power K والثانية بولونوميال ثانية ما لهاش حلول. يمكن ألاقي كمان حل ويمكن ألاقي كمان حل مختلف ويطلع عندي ثلاث أربع حلول مختلفة. هذا مالتيبليسيتي كي، هذا مالتيبليسيتي كي 1 يعني يمكن يطلع اثنين، هذا مالتيبليسيتي 1 يبقى قوس ما فيش غيره. مش كل احتمالات هذه واردة؟ إذا باجي بقول بدي أفترض لا ال بي بي اي زيرو اوف ذا بولينوميال اف اوف اكس وذ ال بي
لا تساوي ايه ان ذا فيلد. الفيلد اللي عندي هذا بيساوي الشيء. طيب ما دام حل يبقى الاف او بي قديش تساوي؟ صفر. زيرو. اذا هذا حيحقق مين؟ حيحقق المعادلة الأصلية اللي عندنا هذه. Then الـ F of B يساوي B ناقص الـ A to the power K في الـ Q of B. لخاطر قبل هذه أعمل شغلة. هذه يا بنات في الأول ممكن تكون كيو اوف اكس كونستانت وممكن ما تكونش كونستانت. خلينا ناخذ الاحتمال الأول قبل الخطوة هذه. خلينا قبل الخطوة هذه ناخذ هذا الاحتمال مشان يكون شغلنا مرتب. باجي بقول له سمي لي هذه ستار يبقى فروم ستار اف The Q of X is constant. لما تصير constant يبقى الدجري تبع الاف قديش بدها تكون؟ واحد. لأن هذا بغيرش من الدجري. يبقى constant then الدجري لا ال F of X بده يساوي اللي هو K. That is N تساوي K. يبقى ال N تساوي مين؟ اللي هو ال K. طيب إذا لما ال N تساوي K يبقى كأنه صار عدد الحلول يساوي قديش؟ يساوي N اللي هو K itself. يبقى هنا بقول sum the number of zeros of f is n تساوي k. يبقى بالضبط تمام. الآن بدي أجي أقول له let b be a zero for the polynomial f of x ان اللي موجودة اللي موجودة في capital f of x. then او بقدر اقول افترضي بدل هذا لحظة شوية. احنا خدنا انه الـ Q of X is constant. الحالة الثانية if الـ Q of X is not constant. لو ما كانش constant بدي افرض B let الـ B be A zero for the polynomial f of x. then ال f of b بدي يساوي طبعا لتر b بي a zero for the polynomial f of x with ال b لا تساوي ال a. ال b بتساويش ال a n اللي هو ال f. then f of b يساوي ال b ناقص ال a. ال b ناقص ال a to the power k في مين؟ في ال q of b. يبقى شلنا كل x وحطينا مكانها b. مدام b هو عبارة عن zero يبقى since اللي هو f of b you
يساوي زيرو، لأنه البي زيرو للإف because البي is zero for F we have إنه الإف of B بده يساوي زيرو. هذا بده يعطيلك إنه الزيرو بده يساوي البي ناقص الإي to the power K في الكيو of B. السؤال هو هل ممكن القوس هذا يساوي زيرو؟ لا هذا ممكن يساوي زيرو صحيح. ليش؟ لأنه عندنا فيلد اثنين البي لا يمكن أن تساوي الاي. يبقى هذا بده يعطينا إنه الكيو of B بدها تساوي زيرو because ال B لا تساوي ال A and ال F is A field. طيب طلعوا لي هنا لأن Q of B تساوي زيرو، وطلعوا لي لدرجة ال Q تساوي N ناقص K. يبقى هذه المعادلة لها كم حل على أكثر ما يمكن؟ الدرجة تبعتها N ناقص K، أقصى درجة عندها N ناقص K، وعند الـ Q of B بدها تساوي زيرو. وأنا بقدر أنا قلت افترض B حل أو افترض B زيرو طلع Q تساوي زيرو، يبقى قديش أقصى ما يمكن عندي من الحلول؟ مش درجة الدجري N ناقص K، صح ولا لا؟ مش الدرجة لكيو أقصى ما عندي N ناقص K، ولكيو of B بده يساوي، إذا لكيو of X أقصى الحلول لها اللي هو N ناقص K، مظبوط؟ يبقى هنا باجي بقول له هذا بده يعطينا إيش؟ بده يعطينا the most zeros of a q of x بده يساوي zero is n ناقص الف. طيب الآن أنا بدي أدور على الحلول تبعت مين؟ تبعت الدالة F. قلنا هذا بيجيب لي قديش؟ K من الحلول، وهذا بيجيب لي قديش؟ N ناقص K من الحلول. يبقى مجموعة الحلول بتصير على الشكل التالي، يبقى the zeros of F at most بدها تساوي الاولاني K والثاني N ناقص ال K يساوي قديش؟ يساوي N. اذا بنطلع من هذا الكلام بما ياتي، خلي بالكم لو كنت بشتغل في فيلد، دققي معنى كلام، لو كنت بشتغل في فيلد فعدد الحلول للبولونوميال يساوي درجة البولونوميال، لكن لو ما كانش فيلد كلامه مش صحيح. كلام هذا ممكن يطلع عدد الحلول أكثر من مين؟ أكثر من هذا. هكتب لك إياها بس اصبر شوي، هكتب لك وأوضح لك إياها كذلك بمثال. يعني يا بنات الكرولري هذه ليست صحيحة إلا على الفيلد، في غير الفيلد ما هيش صحيحة. يبقى خلينا نكتب الملاحظة هذه ريمارك. كرولري ثلاثة، كرولري ثلاثة
is it true for feet but not true but not true لكنها ليست صحيحة for prolonging for polynomial ring لكنها ليست صحيحة للبولينوميال رينج for example كتوضيح for example if f of x يساوي x تربيع زائد 3x زائد 2 then الاف has four zeros in the six. السؤال الثاني زد 6 هدفي؟ لا لا هذا انتجرال دومين لانه في زيرو ديفايز ولا فيش في زيرو يبقى كمان مش ايش؟ مش 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 انتجرال دومين لكن بولونوميال رينج صح؟ يبقى هذا بولونوميال رينج ماشي الان يبقى ما دام رينج ها يعني ايش؟ يعني ليست فيلد وليست انتجرال دومين تعال نشوف هذه فيها كم حل في زد 6 انا بدعي انه مين اربعه حلول ايش اربعه حلول طيب عناصر زد 6 هم 0 1 2 3 4 و 5 تمام هل الزيرو بخلي هذا حل زيرو بعطيه جواب 2 يبقى زيرو ليس احد الحلول طيب نجرب الواحد هو حل ولا لا واحد تربيع ثلاثة في واحد زائد اثنين بقديش؟ ستة يعني قديش؟ زيرو في زد ستة يبقى الواحد أحد الحلول يبقى as four zeros in that is أي أن الواحد هو طب اثنين أربعة اثنين في ثلاثة ستة وأربعة عشرة واثنين زيرو يبقى كمان أحد الحلول طيب أربعة أربعة في أربعة 16 ثلاثة في أربعة 12 و16 28 واثنين 30 بنفع خمسة في ستة في 30 أحد الحلول أي أن خمسة خمسة في خمسة 25 5 في 3 15 45 40 و2 42 تقسم على 6 7 في 6 ب 42 يبقى مين اللي استبعدنا؟ استبعدنا 0 واستبعدنا 3 هل يا ترى الثلاثة هي أحد هي 0 لهذه الدالة؟ تعال نشوف 9 و9 18 و2 20 تقسم على 6 تبقى 3 ما هياش 0 لهذه الدالة طب المعادلة هذه من أي درجة؟ الثانية كم حل لقينا لها؟ أربعة حلول لكن لو كانت زد 6 فيلد بلاقيش إلا مين؟ حلين يبقى ديروا بالكم في فيلد الدرجة تبعت البولينوميال تساوي عدد الحلول بطل يصير عندنا فيلد يبقى الدرجة بتختلف عن عدد الحلول تمام؟ دائما الحلول أكبر من الدرجة إذا ما كانتش فيلد هيو أكبر هي عندك أربعة حلول والدرجة الثانية الآن لو بدي أشغل أنا وياك بلغة معلوماتنا القديمة بدناش نشتغل جبر المعادلة هذه لها كم حل؟
حلين سالب واحد وسالب اثنين، صح ولا لا؟ والله اثنين واثنين وواحد، تمام. اذا هذه ملهاش الا حلين، لكن احنا بنشتغل ولا بنشتغلش في الخلا، بنشتغل في رينج، يعني احنا مقيدين بالرينج زد 6، ما خلا ذلك ماليش علاقه فيه، تمام. هذه لما تيجي تحلليها بصير اكس زائد 2 في اكس زائد 1 يساوي 0، يبقى اكس بناقص 2 واكس بناقص 1، هذا على الريال لاين. بس احنا مش على الريال لاين، احنا بنشتغل داخل الرينج زد 6 اللي لا هي انتجرال دومين ولا هي كمان فيلد، تمام. طيب نعطي كمان مثال. اكزامبل find the complex zeros of xn minus 1. هذه ايش معناها يا بنات؟ بدنا زيروز تبع اكس ان ماينس الون، ممكن احطها بشكل اخر، هذا اقول اكس ان ماينس الون بده يساوي زيرو، مين هي العناصر؟ اللي هي اعداد مركبه اللي بدي تحقق لي هذه المعادله. يعني هذه المعادله بقدر اقول في الهامش هيك انه اكس ان يساوي 1، هذه بت الاكس باخذ الجذر النوني للواحد الصحيح. خلينا نرجعكم بالذاكره الى الوراء للثانويه العامه، اخذت الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح، مظبوط. يبقى احنا عندنا اكس تكعيب تساوي 1، يعني اكس تكعيب ناقص 1، بنحللها فرق بين المكعبين، اكس ناقص 1 في اكس تربيع زائد اكس زائد 1. الأولى تعطيني إكس يساوي 1، الثانية بتعطيني جذرين تخيليين ومترافقين، صح؟ يبقى هذه أعداد مركبة، يبقى صار عندي جذور مركبة. المعادلة هذه لها حل واحد حقيقي وهي إكس يساوي 1، باقي الحلول أعداد مركبة. يعني هذه المسألة، هذه المسألة الحلول تبعها بدها تكون أبصر قديش؟ قديش تتوقعوا؟ N. ممتاز، لأن السيستم كومبلكس نمبرز إز إي فيل، ممتاز جدا. يبقى هذه لها عدد من الحلول يساوي N، بس في حل رئيسي من خلاله بجيب كل الحلول. بدنا ندور مين هو الحل الرئيسي. بقينا بنقول لت اوميجا تساوي كذا، دبليو والله اوميجا بتفرقش عندنا، يبقى لت اوميجا والله دبليو يساوي كوساين 2 باي على ان زائد اي ساين 2 باي على ان، تمام. طب بدي ارفع 2 كأس، حط لهم أس العدد ان، طبعا ان بوزيتيف انتجر، يبقى بدي اجي اقول له دبليو أس ان يساوي كوساين 2 باي على ان زائد اي ساين 2 باي على ان تو ذا باور ان. حدا فيكم ما خدتش مادة الكومبلكس فاريبل؟ واخدتوها يعني. طيب الحمد لله، ذلك ما كنا نبغي. ابقى لنظرية دي موافر، يبقى الان بنزل على الزاوية، تمام؟ يبقى هذا بصير كوساين ان 2 باي على ان زائد اي ساين ان 2 باي على ان، ممتاز جدا.
يبقى هذا الكلام بده يساوي ها إن مع إن بصير كوساين اثنين باي زائد اي ساين اثنين باي. إن بتروح معي جيب 360 واحد. جيب مش جيب تمام. جيب 360 هو جيب الصفر. جيب الصفر بقديش؟ صفر. طار الترم الأخير. وجيب تمام 360 وجيب تمام الصفر اللي هو واحد. إذا النتيجة هذه كلها تساوي واحد. هذا يا بنات جبناها من نظرية دي موافق. يعني بتقدر تقولي لي بين قوسين هيك دي موافرز ثيورم مش عشوائي يعني بنشتغل. يبقى أصبح الدبليو أوس إن يساوي قديش؟ واحد. طيب أليس الدبليو هو أحد الحلول؟ أو هو الزيرو للمعادلة؟ يبقى هنا الدبليو إز A zero of the equation x to the power n يساوي واحد. طب احنا قلنا الست of complex numbers is a field. يبقى من الدرجة النونية عندي n من الحلول. يبقى بروح بقول له the zeros of ال x to the power n بتساوي واحد r. انا ادعي انه واحد والدبليو والدبليو تربيع والدبليو تكعيب والدبليو اس ان ناقص واحد. قديش عددهم؟ ان. طيب ليش هدول الحلول؟ لانه واحد اس ان يبقى واحد احد الحلول. يبقى هنا بيكوس واحد أس إن يساوي واحد إن. هذول بيدخلوا واحد عشوائي منهم وثبت. إحنا ثبتنا إنه الدبليو هنا أحد الحلول. بدي أجيب لك كمان واحد غير الدبليو. ناخذ دبليو تكعيب يبقى إن الدبليو تكعيب تو ذا باور إن. إذا طلعت بواحد يبقى بصير الدبليو تكعيب هي أحد الحلول. يبقى هذا دبليو أس 3 إن. يبقى دبليو أس إن تكعيب الدبليو أس إن قديش عندي؟ بواحد. يبقى واحد تكعيب اللي هو واحد. يبقى هذول مجموعة الحلول للمعادلة اللي عندنا حيث دبليو اللي هي فرضناها في الأول اللي هو على الشكل اللي عندنا هذا. يبقى الدبليو هي اللي جابت لي كل باقي الحلول. يبقى الدبليو هذه بسميها البريماتيف زيرو او البريماتيف سوليوشن لمين؟ لهذه المعادله. اعطيك هي على شكل ديفينيشن. يبقى ديفينيشن اباف كومبلكس W is called the primitive. It's called the primitive nth root. Nth root of unit. ليش؟ لأنه هذا جاب لي يعني هذا هو الحل الرئيسي أو الحل الابتدائي لكل الحلول انبنت عليه. كمان ديفينيشن أخير A principle ideal domain. A principle ideal domain لحدي له الرمز PID is an integral domain. Is an integral domain R
here are the main in which every ideal in which every ideal has the form as the form على الشكل اللي هو مين principal ideal generated by A كل ال R A بحيث ال R موجودة في R for some ال A اللي موجودة في R. مرت علينا شغلة زي هيك يا بنات؟ مر علينا. طب واحدة فيكم تقدر تجيب لي مثال؟ تقول لي هاي رينج وهاي فيها ايديل ولا هاي انتجرال دومين وكل ايديل في از برنسبل مكتوب معاكم. بس يلا تقدروا تجيبوا في الاول انتجرال دومين؟ اللي هم مين؟ زد مجموعة الأعداد الصحيحة زائد انتجرال دومين اللي فيش فيها زيرو ديفايز. ايش شكل الايديل فيها؟ N في Z N في Z is a principal ideal generated by N. خلصنا يبقى Z is a principal ideal domain. بس يعطيكم العافية المرة الجاية بنكمل.